هلا وسهلا بالغاليين الله يحييهم. يا جماعة الخير تذكرون كلامي قبل أسبوعين عن البرنامج الأسود اللي هو التوك توك. جماعة الخير أنا تكلمت معكم وقلت طالما أن التوك توك اعتذر عن حذف المقاطع اللي تخص دولتنا وولاة أمرنا واعتذر اعتذار رسمي وصارت المقاطع الآن تنزل بشكل كويس وتعليقات عليها أيضا تنزل لا بأس أن يقبل الاعتذار لأن الخطأ كلنا خطأ وكل واحد يخطي بس طالما في اعتذار رسمي خلاص موجود الاعتذار. جماعة الخير ممكن نقبل اعتذار بكل شيء إلا في شيء واحد الدين ما نقبل إلا رسول الله يا تكتك إلا رسول الله. جماعة الخير هذا الهاشتاج الآن في تويتر الآن سبحان الله العظيم تكتك بدأ يحذف أي مقطع يخص الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. لا كذا لا الله سبحانه وتعالى قالها وأنزلها على نبيه قبل أكثر من 1400 سنة أبالله وآياته ورسوله تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم انتهى ما نقبل عذر نهائي. هذا الهاشتاج حبايبي الغالين تقدرون تشاركون فيه وأيضا إذا لي غلا عندكم ومحبة أنا أولكم أنا أعلن ابتعادي عن هذا التطبيق تماما وخروجي منه تماما لن أعود ولن تشوفون لي مقطع في التيك توك وسوف أحذف هذا التطبيق من وأحذف حسابي منه واضح. أتمنى ما عاد فيها كلام إلا رسول الله إلا رسول الله واضح كلامي.